وفين فين دم الزمالك يا جماعه؟ بس يعني يعني بالحديث عن كابتن هشام نصر يعني الناس في ناس كتير في النادي بتقول, وانا عايزك يعني اعرف مدى تخوفك او هل انت عندك تخوف من الاساس ولا لا. في ناس كتير بتقول ان المهندس هاني العتال يعني يقدر ان هو يحسن الخدمه الاجتماعيه او الخدمه الاجتماعيه للاعضاء بشكل افضل من 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 كابتن هشام. بص طبعا الاستاذ هاني شخص محترم الحقيقه وصديق, وانا بعتز بصداقته, وانا اعتقد ان هو كان لازم يختار انه ينزل بغض النظر عن المناصب, يختار ينزل في القايمه وخلاص. احنا بس هو بيقول يعني انا المعلومات اللي عندي الحسن المعلومات اللي عندي ان هو يعني كان عايز ينزل في القايمه ولا العكس, كان عايز ينزل نائب. نائب لا, ما انا عندي هشام نصر, لو انزل اي حد تاني قصاده ده مش فير. هو انا بعمل ايه في الاخر؟ القصه احنا ما فكرناش فيها انتخابات, احنا فكرنا فيها ايه الكوادر اللي تخدم نادي الزمالك. والحقيقه دي حاجه انا احترم فيها كابتن حسين جدا, ان هو في ناس ما لهمش قاعده انتخابيه, انما شايف انه مثلا حد عنده مشكله مصيبه في القضايا الدوليه وفي الشراكات وفي الحاجات الشراكات مع انديه والتعامل مع الهيئات الرياضيه الكبرى, واحد زي عمرو ادهم, مفيش حد يعمل احسن يعني احسن من عمرو ادهم في القصه دي يتعامل. وعندي مصيبه, عندي 18 مليون دولار غرامات, طب يبقى الصح ليها عمرو ادهم. انا اشتغلت مع كابتن حسين السيد, هو قال لي كده, انا اشتغلت مع كابتن حسين السيد وقعدنا الست شهور دول وعملنا مسكنا الفريق ويعني احتضناه فريق كره القدم وعملنا نتائج ممتازه, وكان ده بتواصل معاك وانت هم بصراحه عملوا شغل هايل في الوقت اللي كانوا موجودين فيه ونظموا الدنيا بشكل كويس بالظبط, ودفعوا فلوس الناس, دخلوا كان في 18-19% مدفوعين من العقود اللعيبه, وهم ماشيين كان 80% من عقود اللعيبه مدفوعه. فكادر زي كده وجربته ازاي ما اخدوش معايا تاني. فالفكره ما كانتش ايه اللي كسبنا في الانتخابات. فلو رجعنا لقصه الاستاذ هاني, انت في رايك ان هو غلط ان هو ما دخلش في القايمه في منصب اخر غير منصب النائب؟ تقديري أنا. بس انا ما اقدرش اطلب من الناس التضحيه. انا اضحي لصالح نادي الزمالك, بس ما اقدرش اطلب لحد تاني. طب ممكن هو يكون يعني من وجهه نظره هو يقول لك لا انا جامد وجامد على الارض في الجمعيه العموميه, اخش في منصب النائب واكسب. ما هو احمد سليمان جامد, وهاني بيرزي ما اقدرش ينزل رئيس نادي. هاني بيرزي يقدر يشتري نادي يا جماعه يعني بالراحه. القصه ايه؟ قصه مش كده, قصه انت بتحب نادي الزمالك وعايز تعمل حاجه لنادي الزمالك ومفيش مشكله. واحد زي المهندس هاني بيرزي اما قال انا يا جماعه ولا تفرق معايا خالص مناصب, انا ببقى مبسوط ان انا بخدم نادي الزمالك. نفس القصه عمرو ادهم, فاجي في منصب وعندي كادر زي هشام نصر واقول له معلش انت تراجع هشام عشان في حد قدراته الانتخابيه اعلى منك مثلا. انت متوقع الخناقه دي تروح لا فيه. انا متوقع القايمه كلها تكسب 12 مقعد ان شاء الله للقايمه. بجد ولا دي توقع ولا امنيه؟ لا ده توقع. في طبعا مناصب عليها خناقات كبيره, انما زي ايه؟ زي نائب الرئيس. انما الحقيقه ان جنرال انا شايف وعي كبير جدا من الجمعيه العموميه, فاهمين مين هشام نصر, فاهمين هيقدر يعمل ايه. لو انت بتكلمني على الحته الاجتماعيه, هشام نصر قاعد يشتغل 3 شهور في قصه 6 اكتوبر, مش بس 6 اكتوبر, حتى النادي اللي عندنا النهارده نادي الاجتماعي مش شايف انه محتاج تطوير كبير؟ لا محتاج طبعا جدا. هشام نصر بيعمل ماستر بلان جديده لنادي نادي ميت عقبه و6 اكتوبر. حرام عليكم, انا بقيت بتوه في النادي, انا بقيت اخش, انا بقيت اتزحلق والله, انا ما بقيتش البس جزم مش عارف اروح فين. يعني انا اول ما يعني لما صدقت عرفت الطريق خلاص انا بقيت امسك في الترابزين وانا ماشي عشان يعني اللي هو وانت ماشي في الكوريدور اللي في النص ده بتتزحلق. يعني بقيت اجي بسبورت شوز يعني, يا اما بمسك في حد عشان ما تزحلقش. ده كلام برضو. مين المهندس اللي عمل الكلام ده؟ انا حكيت القصه دي قبل كده, يعني الناس هتزهق مني في الموضوع ده. انا اول ما تعينت في 2014
رحت النموذج انا بحترمه جدا الله يرحمه المهندس حسين صبور طبعا، وقعدت معاه وكنت مبهور بنموذج نادي الصيد. وقعدت معاه واداني الحقيقه نصائح كتيره جدا. كان معايا زميلي في ذاك الحين الاستاذ مصطفى سيف العماري، وقعدنا سمعنا ادانا من وقته ثلاث ساعات بساعتين ونص ثلاث ساعات بيشرح لنا ايه اللي المفروض يتعمل. ورحنا قعدنا اشتغلنا على القصه دي. وبعدين دخلت النادي مره لقيت كوم رمل ورئيس النادي موجود وهو قرر يعمل تصميم جديد للنادي. ايه ده يا جماعه؟